ثم قال: ولما أتينا بالمناسك وانقضت، وذلك فضل من كريم وقادر، حثثنا المطايا قاصدين زيارة الحبيب رسول الله شمس الظهائر، فسرنا عليها فصرنا بها نطوي الفيافي محبة وشوقا إلى تلك القباب الزواهر. فلما بلغنا طيبة وربوعها شممنا شذا يزري بعرف العنابر، وأقبلت الأنوار من كل جانب، ولاح السنا من خير كل المقابر. مع الفجر وافينا المدينة، طاب من صباح علينا بالسعادة سافري إلى مسجد المختار، ثم لروضة بها من جنان الخلد خير المصائر، إلى حجرة الهادي البشير وقبره، وثم تقر العين من كل زائر. وقفنا وسلمنا على خير مرسل وخير نبي ما له من مناظر، فرد علينا وهو حي وحاضر، فشرف من حي كريم وحاضر، زيارته فوز ونجح ومغنم لأهل القلوب المخلصات الطواهر. إلى أن قال: فإنك لا تجزي نبيك يا فتى، ولو جئته سعيا على العين سائري، فبورك من قبر حوى سيد الورى، وسام الذرى بحر البحور الزواخر. نبوته كانت وآدم طينة، وفيه انتهت غايات تلك الدوائر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحمدا لرب خصنا بمحمد، وأخرجنا من ظلمة ودياجر، إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر، وطهرنا من رجس كفر وخبثه وظلم وسوء واقتحام الكبائر. الحمد لله، اللهم اقبل الحاجين والزائرين والمعتمرين، وأشركنا في دعائهم وما تنزل عليهم من الخيرات، وافتح بهم أبواب الفرج للأمة أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.